تحية لقواتنا المسلحة والتي لم يبخل منها جنديا واحدا بدمه في سبيل أمن واستقرار مصر. لذا فمن أبناء مصر نرجو أن يتقبلوا إهدائنا لهم مهرجاننا الثالث. السلام عليكم. يعجزني الشكر والخالص الاحترام والتصالح تعبير عن تقدير كبير لرئاسة هذا المهرجان في دوراته السابقة وفي حالية ومستقبله الكبير الصحيح الدقيق المؤثر الذي يخلق داخل مصر صاحبة التاريخ العريق في إبداع الفنون بشكل عام وبالخاص في صرف فن السينما. هذا الإبداع العريق العميق الذي تجاوز القرن من الزمان ونحن في واحد من مهرجاناتها الوليدة الشابة الفتية الغنية الثرية الواعية المثقفة المتعلمة حق العلم وبخاصة في فننا الغالي الحبيب الأخير فن السينما. بنرحب بالفنان ماجد المصري معنا في بوابة أخبار اليوم. اهلا بيكي واهلا ببوابه اخبار اليوم الجامده جدا. بنبارك لك ان انت النهارده عضو لجنه تحكيم مهرجان كام. كلمنا عن الدوره الثالثه دي شايفها ازاي؟ هي الدوره الثالثه وانا اخترت من ضمن اعضاء لجنه التحكيم وده شرف ليا طبعا واتمنى اكون موجود لان انا مرتبط بعمل هغيب عن مصر يمكن شهرين ونص او ثلاث شهور وده يبقى صعب جدا عليا لان مصر دي غاليه قوي بالنسبه لي ولكن هو للعمل لاكثر والاقل يعني. فأتمنى أكون موجود ولكن إن شاء الله عندي فرصة إن شاء الله أحضر جزء كبير جدا جدا من المشاهدة ويمكن المشاهدة كلها وهقول رأيي وطبعا زمايلي وأساتذتي أستاذ عمر عبد العزيز هم هيكملوا طبعا أكيد يعني مش عارف يعني إذا كنت حابة موجود ولا ربنا يسهل يعني. الدورة السنة دي بتهدى للقوات المسلحة شايفها إزاي؟ ده أقل شيء أقل شيء أقل شيء أقل شيء وبعدين لو إحنا حتى افتتحنا النهاردة المؤتمر الصحفي بفيلم قصير عن القوات المسلحة من 6 أكتوبر إلى يومنا هذا شيء جميل أقل حاجة يعني ليه لأ؟ ليه لأ يعني حتى لو ملوش علاقة بالسينما كما قالت الزميلة الصحفية يعني ليه لأ يعني؟ مش هو ده اللي هيغير شكل المهرجان يعني. شوف ازاي المهرجانات اللي بتهتم بالافلام القصيره والافلام التسجيليه غير طبعا زي غير مهرجان القاهره السينمائي القصيره اصلها يعني ايه هي الافلام القصيره بتبقى صعبه جدا خلي بالك على الكاتب والمخرج ان هو في فتره بسيطه قوي يعمل بدايه ومنتصف ونهايه فده شيء كل ما قل الشيء كل ما أصعب بكثير من فيلم روائي طويل والفيلم الروائي طويل طبعا ببقى صعب عشان ما يحصلش لونجير ولازم تبقى الكتابة يعني فيها حبكة عارفة ازاي فمحاولة أو إنك تخلي الشاب من دول يعمل فيلم قصير دي مش معمولة اعتباطا كده عشان هو لسه صغير لا بالعكس ده انت بتحطيه في مزنق ان هو يقدر يعمل في فترة في يعني في وقت أقل فيلم ما بتدروش فرصة ان هو يرغي ويتكلم فبتعلميه ان هو ما قل ودل عارفة ازاي دي فكرة الشورت موفي يعني فعندنا طاقة فنية في الوطن العربي كله لازم مهرجان واثنين وثلاثة عشان يحصل انتاج للنجوم في كل حاجة بقى في تصوير في اخراج في, 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 في سيناريو في ديكور في تمثيل في كل حاجة في مزيكة تصويرية حاجات كتير قوي انا بتمنى ان انت ما تعتذرش عن عضو لجنه تحكيم المهرجان انا مش هعتذر طبعا لا انا موجود للاهي بقول بعتذر عن عدم وجودي مش ما انا بعتذر ما اعتذرتش انا بعتذر عن عدم وجودي في الدوره يعني عارفه ازاي ولكن موجود ان شاء الله برئاسه الفنان محمود ياسين بيقدم هذا العام 22 دوله مشاركه في المهرجان من اهمها أمريكا وفرنسا وقبرص وكرواتيا والصين والإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق ودول 22 دولة مشاركة بأهم الأفلام
المهرجان ضيف شرف المهرجان لهذا العام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشرقة الذي نشرف بتكريمه لهذه الدورة. بنهدي الدورة للقوات المسلحة وضيف شرف المهرجان دولة الإمارات العربية المتحدة.